باهي البداية وسيم باش تكون بدورة دولية حول الترجمة ومجتمع الغد اللي تبدأ اليوم الاثنين 30 سبتمبر وغدوة إن شاء الله 3 أكتوبر 2024 من تنظيم معهد تونس للترجمة وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية بمقر المعهد بمدينة الثقافة شدلي القليبي. هذا يكون بمناسبة اليوم العالمي للترجمة الموافق ل 30 سبتمبر من كل سنة. باش يشارك في الندوة هذه أساتذة في الاختصاص من تونس وليبيا والأردن وفرنسا وبلجيكا وروسيا. باش يتم التباحث في 3 جلسات علمية بمحاور هي الترجمة والتعايش في مجتمع الغد، الترجمة والتفاعل في مجتمع الغد، والترجمة والتثاقف في مجتمع الغد. نمشيو للحمامات وين تحتضن المدينة في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر ندوة الجامعة الصيفية اللي باش تخصص أشغالها المحور بطالة حاملي الشهائد العليا في إفريقيا لأجل تغيير المقاربة، وذلك ببادرة من المركز الإفريقي لتحسين المسيرة المهنية ودعم الكفاءات. باش تستقبل الجامعة الصيفية رؤساء مؤسسات ومتصرفين ومسؤولين من تونس باش يناقشوا تعاون مربح للجميع بين الجامعة من جهة والنظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي. باش تكون فرصة للمشاركين للقاء مشاركين آخرين من غانا والبنين وكينيا ونيجيريا ورواندا وألمانيا وغيرها. موعدنا زاد في رونديفو امبلوا من تنظيم كيجوب نهارين 3 و 4 اكتوبر بمقر الاتحاد التونسي للصناعه والتجاره والصناعات التقليديه بحي الخضرة، وهذه وسيم هي النسخه الرابعه من الصالون هذا، ويمثل حدث فرصه باش يتلقاو المشغلين والباحثين عن فرصه للعمل. باش يكون الهدف هذه السنه هو حضور 6000 شخص و 40 مشغل، ويمكن مستمعينا تسجيل عبر الرابط event.kijob.com. في عندها حدث آخر تنظم غرفة التجارة والصناعة لصفاقس بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية برومو سالون بعثة أعمال لزيارة المعرض الدولي للبناء باتيمات اللي باش يتقام في الفترة من 30 سبتمبر 3 أكتوبر في مركز المعارض بباريس. من أهم المستجدات اللي تميز دورة هذه هي إدماج تظاهرتين هامتين اللي هي إيكي باي وميتال إكسبو. الحدث هذايا الحدث الاقتصادي باش يلعب دور محوري في تجميع كل القطاعات المتعلقة بالبناء والتشييد والهندسة المعمارية، وباش يكون مرصد للتحولات في القطاع. نمشيو للعالم وين فعاليات معرض الرياض الدولي للكتابة 2024 اللي باش يكون تحت شعار الرياض تقرأ في جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، وين تنظم هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية وتحل دولة قطر ضيف شرف. ويستمر المعرض هذا حتى 5 أكتوبر بمشاركة أكثر من 2000 دار نشر وأكثر من 30 دولة موزعة على أكثر من 800 جناح. في الختام نمشيو لكندا وين معرض التوظيف والتدريب المستمر والمعرض الوطني للتوظيف باش تكون تحت سقف واحد اللي هو البالي دي كونكري دو مونريال من يوم 4-2 أكتوبر إلى يوم الخميس 3 أكتوبر. باش نلقاو 300 عارض و 30 ألف فرصة عمل مفتوحة للمحترفين ذوي الخبرة ولا الخريجين حديثا أو الطلبة اللي يبحثوا على العمل. باش تكون فرصة ما بين المشغلين والباحثين عن عمل باش يلقاو فرصة باش يدخلوا يخدموا. يعطيك الصحة، شكرا لك وعد كالعادة، فقرة تري تري ريش معناتها، وتعطينا فكرة شنو باش يصير اليوم وان جينيرال حتى في الأيام الجاية باش الناس تحضر روحها في تونس وحتى الانترناسيونال. تعطيهم حتى كي يدخلوا على الموقع يقولوا لي فما كيفاش طريقة باش يتبعوا ان ايفينمون أ ديستانس أو غيره، معناتها تو سكيل فو. برافو، يعطيك الصحة وعد كالعادة. تو سويت نواصلوا معنا في المباشر.